عودي لمتابعة عالم الصباح. وصلنا نحن وياكم 1 2 3 مع هبة وضيوف اليوم ابراهيم الدح مدرب رياضي وياسمين المصري لاعبة جمباز. موضوع اليوم ب 1 2 3 هو عن الجيمناستيك او الجمباز. صباح الخير هبة. صباح الخير ابراهيم وياسمين. اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير لكل المشاهدين واكيد لضيوفي اليوم. جوزيف الحلقه كثير حلوه، كثير مميزه، كلها نشاط وموسيقى ورياضه وحماس مثل العاده اكيد. رياضه الجمباز مثل ما قلت هي رياضه كثير قديمه، من اكثر من 4000 سنه ولد هذا السبور باليونان. بيتميز انه بيجمع القوه واللياقه والفن والليونه اكيد كلياتهم مع بعضهم ليقدر اذا فينا نقول نعمل رياضه الجمباز او نكون لينين كفايه لنمارس هذا النوع من السبور. اليوم مش بس حلقتنا مميزه، ضيوفنا كمان مميزين. جوزيف مثل ما قلت مع ابراهيم الدح، ابراهيم او شارك الملقب بشارك، هلا بنعرف ليه اسمه شارك. ابراهيم الدح هو مدرب رياضي بمرن جمباز وايضا فائز بلقب بطوله فرق الجمباز لعام 2009. كمان ياسمين المصري هي بطله لبنان، بعد لحد هلا ياسمين بطله لبنان بلعبه الجمباز. شارك، ليه شارك؟ اول شيء قبل ما يبلش شارك كنت عم بحكي على التليفون لحضر انا وياه على الحلقه، بقول هالصبي انه كثير هيك انه رايق، ليه شارك؟ ليه بدي اقول له الو شارك؟ لا لا، هي بلشت القصه انه كانوا كلهم بيتمرنوا جمباز بالثقافه البريطانيه بالسعوديه مطرح ما انا بلشت. وكنت انا تقريبا اقوى واحد، فصاروا وهيك انه ضحكت يعني كمان انه بيقولوا عني اي لوك لايك شارك. تضحك شوي. يس هيك لايك اوكي اوكي. سو قالوا لي انه خلص انه انت صرت شارك وخلص حنسميك يا حنسميك شارك. بتحب نقول لك هلا ابراهيم او شارك؟ نو خلص ستيك تو مش قصه اللي بدك اياه. طيب خلينا نفوت بموضوعنا ابراهيم. ليه جمباز؟ كيف شو هي مسيرتك مع جمباز؟ تخبرنا شوي. هلا جمباز بلشتها من 8 سنين تقريبا، بلشتها بالسعوديه، كنت اتمرن بثقافه بريطانيه، وبس جيت لهون على لبنان كفيت علمي وكفيتها كهوايه يعني، ومن هوايه صرت اشتغل فيها يعني. تمرنت اكثر؟ يس تمرنت، صرت محترف فيها. يس وبس الواحد ياخذ بطوله هيك شوي انه هو غلط يعني، بس انه هيك انه لازم يعني يضلوا مكفى، بس انا صرت عم درب، صرت عم حط يعني هيك صار بدي 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 فش خلق انه بدي اطلع طلاب اقوى. عرفتي كيف؟ ويعني بعد ماشي بهالشغله وانا الجمباز يعني كثير بحبها بدمي، ما في وقفها يعني شغلتك صارت هلا الجمباز، تدريب جمباز يعني. يس انا يعني كثير بحبها لهالشغله ومستمر فيها، ويعني خلص انه بدي هي تضلها يعني شغلتك بحياتك. شغلتك مثل ما بتاكل مثل ما بتنام. الجمباز شيء اساسي بحياتك. ياسمين قد ايه عمرك؟ 15 سنه. من اي سنه بلشتي؟ كان عمري 5 سنين. بلشت بالمركز الثقافي الروسي كمان. بلشت اكتيفيتي عادي، بس بعدين شافوني انه انا كثير منيحه وبلشت اتدرب كثير. عملت اول بطوله ب 2004، ربحت الاولى بلبنان. سافرت لبرا؟ سافرت لبرا ب 2006 بالحرب. تمرنت هونيك 3 اشهر وشفت التمرين هونيك كثير حلو. وكان هين لإلي لانه حقنه بيساعدوك كمان. ايوه عندك الباس، انت عندك الاساس موجود يعني. ومنيك قوي يعني. بروفيشنال. طيب ياسمين انت وصغيره بالبيت كنت انه يعني ليه اكتشفتي حالك صوب الجمباز؟ ليه مش رياضه ثانيه؟ كنت تنطي كثير؟ كنت لما كان عمري 3 سنين ماما لاحظت، بلشت اعمل هاند ستاند لحالي و توقف على اكزاكتلي. فقلت تنجرب. بلشت لما كان عمري 3 سنين، بس كنت عم بلعب كثير. ما كنت تشبه شيء البالي شوي ببعض المقاطع؟ لا بس الوقفه البيسك هو بالي. البيسك يس. نفس الليونه، نفس الستريتشنج، نفس التدريب تقريبا اول شيء كباز، بس بعدين هذا بيتفرع. كل الدانس بدها بالي يعني، حتى هيب هوب اوكي يعني يمكن ليكتسبوا الليونه. لا ابراهيم، لعبه الجمباز يعني لعبه اذا فينا نقول منا سهله يعني، اي حركه تكون غلط يمكن تاذي لنا جسمنا. كيف نحن فينا للعالم يعني بتعمل جمباز او عباله تتعلم جمباز، كيف فيها يعني ما ننأذى نحن عم نتمرن او نحن عم نلعب؟ اهم شيء انه يكون في كوتش ورا التلميذ دائما. الكوتش هو خبره اكثر، هو بيقدر يوجه التلميذ اكثر وبيقدر يعني يخليه يتقدم بطريقه اسرع بكثير. فانه
كمان كرمال ما يأذي حاله، لأنه يعني كتير مرات أنه عالم بيأذي حالهم من وراء أنه تدريبهم مش ما في حدا وراهم، يس ما في حدا وراهم غير الكوتش اللي لازم دايما أكيد يكون أكيد الكوتش بيطلع التلميذ هيك يعني ستريت، بيطلعه صح ويعني خلص بحطه على التراك أنه يمشي زي ما هو لازم يمشي، وبيقدر يوصله، بصير بيقدر يوصله أكيد. الكوتش بيكون عنده باك أب قوي كتير، بيكون عنده خلفية قوية صاد هال يعني هاللعبة، فبصير بيدربه منيح، بصير بيعطي كل شيء الاشياء منيحه. بس شغله قبل ما نشوف، بدنا نروح نشوف ريبورت هلا. ياسمين الليونه شيء ما انه سهل للواحد يكتسبها تكون عنده، بتتمرني في تمارين معينه لتكتسبي ليونتك؟ ايه اول شيء بدك تتمرني كل يوم. كل يوم بتتمرني كم ساعه تقريبا؟ مش كل يوم، ما فيني اقول كل يوم، بس ستريتشنج كل شيء هيك للفلكسبيليتي. ايه كل يوم. كل يوم بتتمرن يوم؟ ايه. أوكي. بس حركات قويه لا، لازم روح على المطرح تتمرن. يعني اهم شيء ليصير في عندنا ليونه انه نتمرن ستريتشنج، نعمل تمارين ستريتشنج مش كثير قويه، بصير جسمه فري اكثر. طيب فاذا جوزيف مثل ما قالوا انه بطلت لبنان، بطلة لبنان هي بطلة في اعمار ولا بطلة لبنان بس عمر واحد؟ لا في اعمار. في اعمار بس اخر بطولة ربحتها ب 2012. اها اوكي. على كل حال مثل ما كانوا عم بيقولوا انه لعبة الجمباز بدها كثير تمرين، نحن كرمال هيك رحنا وصورناهم لابراهيم ولا ياسمين هنا عم يتمرنوا. خلينا نشوف هذا الروبورتاج وحنرجع هون على الاستوديو ونشوف عرض كثير حلو، خليكم معنا. To be played at high volume. All I see is girls everywhere, girls everywhere. All I see is girls everywhere, girls everywhere. They be in the back to the front, I can't help but stare. All I see is DJ girls, Stolen girls, and Dark Child cracking it up, baby. Let's go. Don't know how I got here. A mystery, it isn't clear.
برافو. يعني تعجز الكلمات. برافو، يعطينا الف عافيه. ياسمين ابراهيم عن جد بتعقدوا، ثانك يو كثير. وقفوا حد بليز. ياسمين ثانك يو سو ماتش. تعا حبيبي. جوزيف شو رايك؟ بجننوا عن جد، بجننوا. يعني انا قاعده كل شوي انه فكرها حتوقع او شيء. برافو برافو. وعنده كمان يعني مش معودين على المطرح، والمطرح ضيق مش واسع كثير علينا. على كل حال مثل ما شفتوا عارض كان بيعقد. رياضه الجمباز اكثر من 50 مليون شخص بالعالم بيمارس هيدا النوع من السبور. رياضه منا سهله مثل ما شفتوا على التمرين، بس اكيد كل شيء بيصير. اذا بتحبوا هيدا السبور تمرنوا، تمرنوا اكثر واكثر واكثر لتصيروا محترفين مثل ابراهيم ومثل ياسمين، وتصيروا كمان ابطال مش بس مش بس بلبنان كمان بالعالم. بدي اتشكركم مره جديده. اكيد انا بشوفكم احل الجاي بحلقه جديده من 1 2 3. عودي لعندك جوزيف. ثانك يو لك. بنرجع طبعا بعد البريك، في معنا ضيوف ومعنا بعد جيل توب ورشه ملح. كل هالفقرات رح تمرق اليوم ضمن عالم الصباح. انطرونا بعد البريك.